اسمحوا لي في البداية أن أنقل لحضراتكم تحيات معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي. اسمحوا لي أيضا أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة في هذا المجلس الذي من خلال وسائله السلامة يتمتع بأفضل المعالم المهنية وحياتها. أؤكد في هذا الإطار على أهمية الإعلام والتطور الهام الذي يعد في ظل ما تشهده السنة الحبيبة من تقدم مطلوب شد المجالات والدفاع عن عقيدة الأمور وانخفاض الأمور. وأود أن أشار من خلال هذا الحوار الكريم لجهود الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات بجانب حرص الدولة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تقوم بها. السيدات والسادة الحضور، نثمن احتفالية بيتي 100 التي أبرزت في عامها الثالث على التوالي النجاحات الاقتصادية في مصر والقطاعات المختلفة ومساهمتها في دعم الاقتصاد المصري. تكريمات بي تي 100 تعكس ما قدمته تلك الشخصيات والشركات من مجهود كبير في مجالات مختلفة، مما انعكس إيجاباً على السوق المصري والمؤشرات الاقتصادية والأداء المالي، ويزود كل ذلك حجم الإنجاز المتحقق من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذته الحكومة ومؤسساتها في نمو وتطوير الاقتصاد والاستثمار، والتي بدأت نتائجه في الظهور وأصبح محل إشادة دولية. هذه الاحتفالية تعد بمثابة شكر وعرفان لقادة القطاعات الحكومية والخاصة والشركات على دورهم الهام والفعال في نهوض الاقتصاد المصري، وتشجيعا للشركات الأخرى على تحسين الأداء وتطوير أساليب أساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية. وجود الكفاءات المتميزة في الاقتصاد المصري والدولة تجعلنا نطمئن على مستقبل